الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما شاء الله، اليوم بكرنا صباح العيد والتكبيرات تملأ الجوامع والمصلى وكل مكان. أسعد الله صباحكم وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. هي صلاة بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباح الجميع وكل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة. الآن إن شاء الله إحنا متجهين لصلاة العيد، الله يتقبل منا الصيام، اللهم لك الحمد، ولا يعيد علينا رمضان عوما عديدة ونحن بخير وصحة وعافية. نتجه إلى صلاة العيد، سلام. ونوقف متجهين الآن ننزل نازل صح؟ ايوه ذكرنا اليوم الناس معيدين، اما بكروا يا امس احنا الصائمين لا فاطرين واحد فاطر واحد فاطر واحد صائم. والآن متجهين للعوادة. وانتم وين هنا الاتجاه؟ العوادة كلنا للعوادة، ما عبش من يعودنا، انتم عادكم تتعودوا. احنا رحنا نجي نعود هذه الليلة. يلا نعود قاي الله. ما شاء الله الناس معيدين، من متجه إلى بيته أو إلى أحبابه. حتى ما شاء الله النسوان صلين ملان، ايش ان النسوان يعني انا رايي ان النسوان يكونون يصلين بالبيت اصلا. شارع تعز اليوم الاجواء، امس هذه الساعه يعني ما تقدرش تجزع من هذا الطريق، واليوم يوم العيد فاضي الحمد لله ولا يوجد احد. الناس عادات وانا احبك عادتك. العيد هان بين اكثر من ربع ساعه، ضيعنا الوقت واحنا هنا زحمه